اول شغله نادي الشرطه ما بوقف على لاعب، انا بوقف لا على المواس ولا على اي لاعب. مثل ما بتعرف انت قبل ما يجي المواس هن حصلوا على الدوري، وحتى وقت اجى المواس وحتى وقت راح يروح المواس راح يحصلوا على الدوري. اتمنى ان والله ما بعرف الكافي رب العالمين ممكن يصير تلعب درجه اولى بالدوري القطري. هلا الكافي رب العالمين بده يصير بالنهايه. لكن اتمنى استمرار. اتمنى لك حبيبي.